السلام عليكم طلابنا وطالبات الرابع الاعدادي جميعا، ان شاء الله الجميع بخير. طلاب وطالبات، موضوع هذا اليوم راح يكون جرامر قواعد يونت 5 للرابع الاعدادي، قواعد يونت 5. ان شاء الله الموضوع راح يكون سهل وراح نبسطه بكل ما نقدر نستطيع. الموضوع راح يكون يوم يتكلم عن invitations دعوات، invitations دعوات، يعني شلون اسوي الدعوه لشخص للحضور الى مكان معين، واوفرز عروض، اعرض لمساعده او اعرض لشخص ضيف طعام او شراب، نعرض مساعده اوفر، وعندنا بروميسز الوعود، شلون اوعد الشخص اعطي وعد، اوكي، هم بتقديم مساعده والى اخره. اذا شلون اسوي جمله تدل على الانفيتيشن الدعوه، يعني اجيب مصطلح خاص بها، عباره خاصه، وشلون اسوي جمله تدل على اوفر عرض وبروميس الوعد. شنو العبارات اللي راح نستخدمها بالدعوه والعرض والوعد؟ اذا نقول بسم الله طلاب، وخلينا نشوف انا وياكم شنو الموضوع الخاص بهاي القواعد. اول موضوع قلنا invitations الدعوات، اوكي، الدعوات، invite يعني يدعو، الفعل مالته invite يعني يدعو شخص الى مكان، للذهاب الى مكان او ياتي الى حفله. فالمصطلح الخاص عباره راح استخدمها، اما هاي تحفظوها طلاب، المدرس او الست من عندكم يقول لك انت تكتب يمك المصطلح، العباره do you want to، do you want to، هل تريد ان، او نستخدم would you like to، هل ترغب. اما نكتب do you want او would you like to، طبعا على الاغلب راح تشوفوها اكثر المدرسين راح يستخدمون would you like to، هل ترغب، would you like to. هاي طلاب لازم تكتبوها بدايه الجواب، هاي عليكم تحفظوها، سهله ما بيها شيء، would you like to، هل ترغب. وراها راح تجيبون انفينيتيف، المصدر مجرد اللي هو فعل الدعوه، شنو الفعل اللي قاعد يدعو به الشخص الثاني. اغلب الافعال راح تجيكم طلاب فعل الدعوه، راح يجيكم اغلبها تجي كام، تحفظوه كم، يحضر، ياتي، اوكي، مثلا would you like to come to my party، هل ترغب ان تاتي الى حفلتي، اوكي. واحيانا اكو وهم يستخدمون احيانا، ما قلنا دائما go، اوكي، go، نذهب الى مكان، بس اغلب شيء راح تستخدمون راح تلقون بالجمله come، ياتي. اذا طلاب خلينا نشوف شو الاسئله اللي متوقع احنا نقول، يعني كل استاذ له صيغ خاصه بالاسئله، بس انا سويتكم نماذج ثلاثه نحاول نقرب الاسئله بالنسبه لباقي الاساتذه. اذا خلينا نشوف سؤال اول، question come to my party، تاتي الى حفلتي. المطلب راح يكون لكم داخل اقواس invitation او use invitation، استخدم دعوه، او invite ادعو، يعني الفعل مالته invite، طلاب الفعل مالته كتبوا invite يعني ادعو شخص، invite، اوكي، invitation اسم دعوه. اذا قال لي دعوه، انا راح اجيب العباره الخاصه بالدعوه، اقول له would you like to، كل شيء ما راح اسوي، كلش بسيطه، ادخلوا would you like to بالبدايه ونفس الجمله تنزل، فراح اقول له would you like to come to my party، هل ترغب ان تاتي الى حفلتي، فراح استخدم قلنا التعبير would you like to. طبعا اكثر شيء قلنا اكثر اساتذه يستخدمون هذا التعبير، هو افضل تعبير هو would you like to، وراح اجيب الفعل مجرد، قلنا فعل الدعوه يسموه اللي هو الكم، قلنا اغلب شيء راح تقول كم طلاب، اذا would you like to come، نفس الجملة to my party. طبعا إذا استخدم would you like لازم تتهي الجملة بعلامة استفهام question mark، فالطلاب لازم تخلون question mark، لأن دي يسأل هل ترغب أن تأتي، والجملة بادية بود، لازم كل جملة تدفع مساعد تنتهي ب question mark علامة استفهام. إذن هذا الجواب الأول. نشوف السؤال الثاني invite، مثل ما قلنا إذا تجيكم على شكل فعل يقول لك invite، ادعو صديقك، invite your friend to go، شوفوا ان تذهب في الساعة السابعة، مثلا يقول له هل يوم هل ترغب ان نذهب الى كذا مكان في الساعة السابعة، هم تسوي الدعوة، بس قلنا اغلب شيء تجي كم للاحتياط، احنا مخليها go للاحتياط. ادعو صديقك ان تذهب الساعة السابعة بي ام مساء، خلينا نستخدم هالمرة التعبير الثاني اللي هو قلنا ضعيف استخدامه، do you want، do you want، انتم تشوفون شو الاساتذه طالبين من عندكم يا تعبير، would you like to 100% لازم استخدمه، اخاف يعطيكم do you want to للاحتياط انا مخليه،
Do you want to هل تريد أن أن شنو شنو الفعل راح أجيبه يصير يكتب invite تدعو صديقك ما يصير طلاب ادعو صديقك هاي كلها تحذف أنت إيش قاعد تدعو شنو الدعوة ورا كلمة ورا المجرد العفو فعل حرف الجر تو راح يجيكم هو الفعل المصدر اللي هو الدعوة اللي هو go قلنا what do you want to واكتب له go at 7 PM هم نفس الحالة شو أخلي علامة استفهام لما زابد جملة do إذا لازم تنتهي علامة استفهام do you want okay and then do you want to go at 7 فجبنا فعل الدعوة اللي هو go لأن قلنا would you like would you want لازم يجيب فعل الدعوة أما come أو go يعني مو جملة تنزل نص نفسها لا أجيب بس فقط المصدر وأكمل ونتوقع نوع الثالث السؤال invite ادعو your friend صديقك to come أن يأتي to your office أن يأتي إلى مكتبك زين عم راح ادعو اقول هل ترغب ان تاتي الى مكتبي هنا اليور طلاب ما زال موجوده حولها معي اليور ما زال موجوده تتحول شنو معي يعني قاعد اقول انت تاتي الى مكتبي انا ماي اوفيس بس هو بالسؤال يقول لي ادعو الى ان تاتي الى مكتبك انت يور اوفيس انت مكتبك بس بالجواب راح يصير ماي اوفيس اذا خلينا نستخدم قلنا اللي هو would you like اكثر استخداما would you like to يعني هم انزل هاي الجمله بداية invite ادعو صديقك او فلان لا ما يصير قلنا شنو فعل الدعوه من يبدا من come اوكي would you like to come to اليور شو صوت اللعب هنا ما يصير يقول your office انا قاعد ادعو الى مكتبي انا فاليور يصير my office وخليك واسمك علامة استفهام إذن موضوع الأول بسيط اللي هو الدعوة أنا كطالب شلون تقرون تقول ما أجيب would you like to 100% أو do you want إذا أرادوا مدرسين وراح أجيب وراء فعل الدعوة أما تجي come أو go ضعيف الجو وتنتهي الجملة بعلامة استفهام وشفتوها طلاب النماذج ما الأسئلة أوكي هسه شوفوا النوع الثاني اللي هو الأوفرز العروض العرض طلاب خلوها بالك بتفيدكم بالخامس الإعدادي وبالسادس الإعدادي هذا الموضوع موجود العرض بشغلتين أما أعرض مساعدة إلى شخص مثلا help you أساعدك carry أحمل لك حقائب ثقيلة مثلا الشخص هو ضعيف البنية يقول راح أشيل وياك الجنط أو أعرض إلى شخص ضيف يجيني مثلا أقول له أجيب لك طعام شراب مثلا أجيب لك قدح من الماء عصير أو في الطعام معين فالعرض يختص بشغلتين يختص الأوفر أما طعام وشراب حفظوها العرض لا حفظوها أما طعام وشراب أو شراب أو عرض شنو أو عرض شنو مساعدة ما تقبل غلط الجملة إذا بها طعام وشراب أو عرض مساعدة هاي أوفر فشنو التعابير الخاصة بالعرض أوفر تحفظوا طبعا عناوين أوفر عرض من invitation دعوة الأوفر التعبير الخاص بتعبيرين shall I يعني هل تريد أنا هل أنا و I'll هاي أصلها will I will أوكي الفعل will مع المستقبل shall I و I'll هاي عليكم هم تكتبوها بالبداية بعدين راح يجيبون الانفينيتيف هو فعل العرض شنو فعل العرض أكثر شيء راح يجيك مثلا get you هاي تحفظها طلاب فعال get أو carry أو help أو مثلاً buy يشتري هاي الأفعال موجودة بالتمارين أوكي هاي من أشوفها أقول هاي عندل على العرض I'll get you shall I carry I'll help you shall I buy نشتري حاجة أنا أشتري كذا حاجة إذن هاي كلمات الأفعال عفو تدل على العرض فعل العرض نشوف أنا وياكم نماذج الخاصة بهذا الموضوع الأسئلة اللي يتوقع أنه الأستاذ راح يجيبوها بشكل عام لأن طلاب نحن من نسجل هاي الأسئلة اللي قاعد نحكيها لكل طلاب العراق موجودين ونتوقع أن كل أستاذ عنده صيغة خاصة بالأسئلة نحاول نقرب الصيغة راح تيجي الأساتذة البقية شوف طلاب سؤال أول get you a glass of juice أجلب لك عصير أو قدح من العصير إذا هذا ضيف جاني خطاب صديق أقارب قلت له أجيب لك قدح من العصير ده يقول لي أوفر أعرض يعني أعرض على هذا الشخص إذن جيت أجيب لك قلنا جيت موجودة لازم إذن هو نوبات إذا قال لي بس أوفر أعرض أنا بكيفي أستخدم شال آي أو آيل بس نوبات أثناء الطلب
احتمال يقول لي بالمطلب يقول لي يوز استخدم على سبيل المثال يعني استخدم وول. هاي طبعا استخدموها الجماعة السادسة سمينا بالوزارة تفيدكم تتعلموها. استخدم وول يعني يريد ايل، ما يعطيك الاي انت تدخلهم يمكم. او استخدم شال انت تقول له شال اي يعني الضمير ما يكتبه. فاحيانا يطلب التعبير هو الخاص به هو يحدده، لو شال لو وول. اذا قال شال اقول شال اي، واذا قال وول اقول له اي وول خبرية. اذن خلينا نقول هو راد وول، فايش راح اقول بالجواب هسه؟ انتم اليوم شو تقولون؟ اي ايل تختصروها او تكتبوها كامله ماكو اشكال. هاي مختصر مال وول. ايل جيت يو نفس الجمله طلاب تنزل، ايل جيت يو اجلاس نفس الجمله بالاخ بيش تنتهي علامه استفهام. سوري هنا ايل خبريه لازم تنتهي بنقطه لان اي ضمير اوكي فاعل، فهنا تنتهي بنقطه ستوب فول ستوب. بس الشال اي تخلون علامه استفهام. فراد من عنده وول قلت له ايل جيت يو اجلاس، وكان الجمله نفسها تنزل وتنتهي الجمله بنقطه. النوع الثاني اوفر يور فريند اعرض على صديق تو كاري ان تحمل ذا هيفي بوكس الصندوق الثقيل. اعرض على صديقك تو كاري ان تحمل يعني شيل ويا الصندوق هذا تو كاري ذا هيفي بوكس. قلت لكم تقول لو جيت لو كاري لو هيلب، اذن اكو هنا كاري ما حدد لي بس يقول اعرض اوفر. شوفون جيت بالبدايه هنا قبل شويه بالاخير اعرض يجوز بالبدايه. اعرض على صديقك ايش قاعد اعرض له؟ فعل العرض او كاري. اذا من هنا تبدا الجمله الجواب، بس اخلي التعبير اول شيء بالبدايه. راح اقول مثلا شال اي، هل تريدني شال اي؟ انا بكيف استخدم شال اي؟ ليه ما بحدد لي يجوز اجيب ايل ماكو اشكال بكيفكم ما محدد. شال اي ايش راح اجيب له؟ فعل العرض من هو طلاب؟ يصير الجمله تنزل من البدايه؟ لا من كلمه كاري. اذا شال اي كاري هل تريدني ان احمل ذا هيفي بوكس الصندوق الثقيل. وهنا راح تنتهي بجمله بكويستشن مارك علامه استفهام، لان بعدها بشال والشال فعل مساعد فلازم تنتهي الجمله بعلامه استفهام. اوكي اعرض على صديقك هاي ما تنزل الجمله اعرض على فلان على فلان ما تنزل. شنو الفعل الخاص بالعرض او بالدعوه؟ من هنا تبدا الجمله الجواب. اخر سؤال متوقعه اوفر اعرض تو باي ان تشتري ذا سينما تيكت تذاكر السينما يعني لا صديق او شخص اعرض له تقول انا راح اشتري التذاكر يعني انا بدالك راح اجيب التذاكر. هنا المره استخدم الشال حدد لي. شفت شلون شال اول قلنا بس هو يقول اوفر اعرض واستخدم الشال ما بين شيء طلاب الشال موجوده بس اجيب وراها اي الاي الضمير ما تكتبه شال اي هل تريدني يعني الشال او هل انا شال اي زين شو اجيب وراها فعل التعبير فعل العرض من فعل العرض طلاب مين تبدي من باي ليش هو ده يقول اعرض ان تشتري تذاكر سينما هل تريدني ان اشتري ده يقول اذا باي فهاي البدايه تحذف اعرض لا صديقك او كذا شال اي باي ذا سينما تيكت نفس الجمله طلاب تنزل بالاخير علامه استفهام كويستشن مارك طبعا تكتبوه بالنسبه لكم الجواب كتبوه كامل بس هنا نختصر على مود السرعه الفيديو ما يصير طويل وممل شال اي باي ذا سينما تيكت تكتبوها بالورقه مع الاجابه وتخلون كويستشن مارك. اذا النوع الثاني اوفر العرض اما استخدموا شال اي او ايل وجب فعل العرض وراء اما جيت تلقون او كاري او هيل او باي واحتمال اساتذه او مدرسات راح يعطيكم جزء فدفع همين زياده همين يقولون طلاب ماكو اشكال. بقاني النوع الثالث اللي هو بروميس. خلينا نشوف طلاب انا وياكم بروميس. اوكي طلاب هسه نشوف انا وياكم النوع الثالث اللي هو بروميسز الوعود، شلون اوعد شخص اعطيه وعد بالقيام بعمل معين. فالتعبير خاص بالطلاب بالوعود وراح نستخدم اي ويل او وي ويل انا او نحن سوف. اذا اكو ضميرين اما اي او وي طلاب هاي القاعده الخاصه بالموضوع زين اما اي او وي انا او نحن اوكي I will أو we will أو احتمال I want أو we want يعني will not مختصر مال will not. فأما مثبت أو نفي حسب الجملة القابية نفي أو مثبت.
اما اي ويل او وي ويل او منفيه راح يجي فعل الوعد. فعل الوعد اكثر شيء احتمال يجيني دو احتمال تلقون اوكي او مثلا فورجيت ينسى اكثر فعلين هذين شائعات دو وفورجيت طلاب تحفظوها دو فورجيت اغلب شيء موجودات وقد نداء طاقب أستاذ غير جمل هم تحفظوها بس أهم شيء عندكم التعبير I will أو we will أو من فيه want زين وجه فعل الوعد اللي هو الخاص بي خلينا نشوف طلاب الأسئلة نتوقع تجي do the work أنجز العمل غدا إذا راح تطوع وعد لشخص تقول له أنا باشر أو عدوك أنه سوف أنجز العمل غدا give a promise المطلب أو promise وعد أو give a promise تحفظوا العنوان طيب promise وعد أعطي وعد إذن ما بيها الجملة فشيد على حتى أنفيها يعني أنا سوف أنجز العمل ما يحتاج أنفيها إذن يقول I will كاملة أو مختصرة ماكو إشكال I will do شوف هنا دي كابيتال صارت سمول ليش يعني صارت ثالث كلمة مو مثل هنا بالبداية بالبداية تعرفون تنقيط أول حرف بداية كابيتال هنا صارت سمول I'll do the work tomorrow وتكون جملة وتخلى النقطة أوكي أو we will حسب ما جوز يقول لك استخدم we في ضمير بس من هنا ما يحددون I will أو we will ما فيش كان بس أكثر شيء يستخدمون I will مو أو I المختصرة شوف السؤال الثاني promise شوف جت البداية أوعد صديقك not forget لا تنسى to pick him up أنت يعني تقل له تأخذ وياك بالسيارة تصعد وياك توصله تقل له Promise your friend أوعد صديقك not forget لا تنسى not منفية يعني تقول له أنا سوف أنسى لو سوف لن أنسى أوصلك بس يعني بالسيارة سوف لن أنسى قاعد تعطي وعد إذن مرة يقول I won't لو I will سوف I won't طلاب ليش أكو نفي والكلمة forget لازم أجيب وياها نفي حتى يقول ما راح أنسى هالموضوع ما راح أنسى هالشغلة أتذكرها ببالي لازم حتى أوصلك أو أجيب لك حاجة إذن هما شو أقول I will or I won't I won't سوف لن أنسى والفعل هو مثل ما قلنا forget باعوا أما do or forget فما زالت تقول forget دائما استخدم النفي I won't forget سوف لن أنسى وكمل الجملة I won't forget to pick him up وخلي full stop أكمل الجملة نفسها وخلي full stop نقطة الجملة خبرية بعدها بآي I won't لعدي forget فاستخدمت النفي نشوف النوع الثالث promise your brother أوعد أخوك يعني أوعد أخوك يعني قدم له وعد to buy شوف الباي تكرر مرتين بالعرض وهسهمين هنا ماكو إشكال هو بكل الأحوال راح استخدم I will حتى هناك استخدمنا I will أوعد أخوك أن تشتري موبايل فون هاتف نقال له بعيد ميلاده إذن هذا وعد مو عرض ديعو يعني طي وعد يقول له راح اشتري لك موبايل بعيد ميلادك فنقدر نستخدم I'll خما يقول له استخدم I won't يصير يقول له I won't سوف لا اشتري لك هاتف بعيد ميلادك يعني استخدم النفي لا النفي قلنا ويا forget then I will خلينا نختصرها نقول I'll then شنو الفعل من هو خما تنزلون الجملة كلها من بداية يعني صد كتبون promise your brother هاي كلها طلاب تحذف أوعد أخوك أن باي تشتري إذن هذا فعل الوعد I'll buy سوف اشتري a mobile نفس الجملة طلاب تنزل فون وهم من الأخير للأخير full stop يعني منا لحد هاي الجملة تنتهي الجملة وخلي full stop نقطة هنا راح تقولون هناك الباي لقيتها مرتين بالأوفر وبالبروميس اكو موضع نوعا ما من الداخل من الشارع هو بكل الاحوال راح استخدم وياها ايل اذا بالعرض واذا بالبروميس ايل باي سوف يشتري هناك تيكت تذاكر تذاكر يقدم يقول انا راح اشتري تذاكر يعني بداله نادى يعطيه وعد انه بعيد ميلاده راح يشتري له موبايل فون او اي هديه فبكل الاحوال هو راح يستخدم ايل اوكي مثل ما شفتوا طلاب اذا ثلاث مواضيع عندكم بجرامر يونت 5 رابع الاعدادي اللي هي انفيتيشن واوفرز وبروميس الوعود تحفظون التعايب الخاصه بيها وشفتوا النمط مال الاسئله حاولنا نقرب مع بقيه الاساتذه شلون نجاوب عليها طلاب اكو تمارين موجوده بالاكتيفيتي راح تلقوها موجوده ويا هذا الفيديو فحاولوا تتحلون قبل تشوفون الفيديو اللي مال تمرين خاص بيه. إذن
ويا راح نكمل التمارين، فابقوا مستمرين طلاب وياي. اوكي اوكي طلاب، خلينا نشوف عليكم التمرين شو راح ينحل، اللي هو خاص بهاي موضوع انفيتيشن والاوفر والبروميس. عندكم طلاب تمرين صفحه بيج 74 مثل ما تشوفون موجود هذا قدامكم 74 طلاب 74 صفحه 74 هذا التمرين، هذا هو داخل من ضمن هذا الموضوع. خلينا نشوف طلاب عندكم تمرين بي ماتش وصل، هذا تمرين بي ماتش وصل بدايات اند اندنج والنهايات، هذا خاص بالموضوع قال الدعوه والعرض. It is hot، انها حاره يعني طقس حار. شل اي، شوفوا الشل اي وين اخذناه بالاوفر عرض طلاب، شل اي اذا شل اي دا يقول حاره نختار اي. شل اي اوبن، شوفوا شل اي اوبن ا ويندو دا يقول افتح الباب، دا يقول لي حاره اذا نختار حرف اي. شل اي اوبن ا ويندو، هل افتح لك النافذه سوري قلت يمكن باب نافذه شباك يعني. فا open تفيدكم طلاب إذا تجين open أو window ويقول offer عرض، أقول إن شاء الله open the window. فإذا جاكم فعل open نفس قلنا ال help وال gate هم راح نضاف وياها ال open، لا تنسوا هذا على العرض. two we are going swimming، نحن ذاهبون للسباحة. would you like، هل ترغب أن تأتي معنا. would you like to come، باعوا come، ال come قلنا هذا دعوة invitation. ف would you like to come، نختار سي، هل ترغب ان تاتي معنا سي. 3 you look thirsty، thirsty يعني عطشان عطش، يقول تبدو عطش عطشان. I'll انا يعني هنا هم يعني قلنا شو العرض، العرض لو تقديم طعام او شراب او عرض مساعده. طلاب شوفوا حرف دي get you something cold، اجيب لك شيء بارد تو درينك تشربه، شوفوا دي يقول عطش سوف اجلب لك شيء بارد تشربه. اذا هذا اوفر عرض I'll get you، وقلنا get you اذا تستخدم مع العرض فنستخدم حرف دي. 4 it is time to eat، انه وقت للتناول الطعام. eat يعني للاكل. shall I شنو make us some sandwich، نصنع لنا يعني لفات ساندويتش، نجهز لفات الساندويتش. اوكي اذا shall I make us some sandwich، دي يقول eat تناول اذا لازم طعام بها ساندويتش، فهنا حرف F. اوكي فخاف تجيكم هاي make us some sandwich، هذا اوفر عرض طعام. shall I بعلامة استفهام يعني عرض. I know this is your first time، دي يقول انا اعرف هذا اول مره في بغداد انت يعني تاتي لبغداد. would you like، اذا هنا دي يقول هل ترغب ان تاتي to see the city، فالدعوه همينا قلنا invitation بها سياره هاي تفيدكم، فاذا قال see the city راح يقول هل ترغب ان ترى المدينه. would you like to see the city، فهذا ينضاف ويا الكم، احنا ممكن اكو كم واحتمال جو، اذا سي هم تفيدكم طلاب اذا شافون سي فنختار حرف اي هنا يعني يقول له would you like to see the city، فإذا جاك بالسؤال see the city يقول لك دعوة، أيضا يقول له would you like to see the city، هل ترغب تشاهد المدينة. number 6 I don't have time to help you، ليس لدي وقت أن أساعدك with your homework، مع واجبك الآن عنده واجب يقول له ما عنده وقت. I'll do it when I get home، سوف أنجزه عندما أصل إلى البيت، فهنا ديطي شنو ديطي وعد I'll do. اوكي طلاب قلنا البروميس قلنا اكثر شيء يجي بها الدو يعني سوف افعل لك هذا العمل، فهنا حرف بي. زين طلاب هذا بالنسبه لهذا التمرين. تمرين جواسي عندكم الاكتيفيتي بوك، احنا دا نتكلم كل اكتيفيتي بوك، هذا يقول انسي كرامبل، طلاب اعد ترتيب انسي كرامبل، شو معناها اعد ترتيب، يعني كلمات مخربطة بالجملة لازم أنا أرتبها، بس هو زي يقول كون invitation دعوة offer وpromise وعد، إذا قلنا خاص بهاي الموضوع الدعوة والعرض والوعد، كلمات مبعثرة نقوم فقط بترتيبها. الجملة الأولى يقول you want to invite your friend، تدعو صديقك إلى المنزل for dinner للعشاء، فشلون نسوي الجملة تدل على الدعوة للعشاء، فهنا موجود الأفعال جملة مخربطة with ودنر وماي وهاوس، فش راح اقول له هنا بالجواب would you like مو قلنا جمله الدل على الدعوه would you like هل ترغب، اذا شو اقول وراها to come، اذا would you like to come شو اقول وراها to my house الى منزلي
for dinner للعشاء. إذن هو دعوة للعشاء راح نخلي بالأخير question mark علامة استفهام. ف would you like to come to my house for dinner؟ شو الجملة الثانية؟ Your friend says he or she is thirsty. ده يقول لك صديقه يقول لك أنا عطش عطشان. فبال ما زال عطش يعني هاي أكو أوفر عرض. فلازم أقول shall I 100%. شوف الشال موجودة طلع. راح أقول له shall I. شو حاجة براها قلنا فعل والعرض get وعندنا you. shall I get you a glass قدح من of juice من العصير. فإذا قدمت العرض قدح من العصير راح أخلي بالأخير question mark علامة استفهام. shall I get you a glass of juice. هسه طلاب كم ياكم تكملة سمعتكم بالاكتيفيتي 75. فيقول your friend is carrying a lot of heavy books. صديقك يحمل الكثير من الحقائب الثقيلة. إذا هنا راح يقدم له عرض مساعدة قلنا ما زالك حقائب ثقيلة وكذا راح يعرض له مساعدة يعني أوفر عرض. فشوفوا I will إحنا نقول مو ما عاد إن شاء الله هالمرة ماكو إن شاء الله I will شو يقول وراها help موجود الفعل مال عرض I will help you راح أساعدك carry أن تحمل قلنا هاي carry تحمل تدل على العرض carry those تلك من هو على حقائب ثقيلة يعني ضمير يعود إلها. وآخر جملة الرابعة طلاب your friend promised صديقك وعدك to write and يكتب لك during the holiday يعني تكتب لك رسالة أو postcard خلال العطلة. فبالوعد ما عد هنا فقط I will لازم استخدم ماكو we I will تشبه شوفوا تشبه العرض I will نفسها I will then I will سوف أرسل send شفت شو طلاب then send تفيدني. إذا تيجي send بالجملة مثلا يقول send أرسل postcard يقول لك هاي offer لو promise عرض لو وعد أقول له وعد يقول سوف أرسل لك I will send you سوف أرسل لك a postcard بطاقة بريدية a postcard from Egypt من مصر يعني صديقه هو بمصر فيقول له أرسل لك بطاقة وأنا في مصر من مصر I will send إذن هذا send يضاف للوعد اللي هو قلنا do و forget وفي send إذا تجي يدل على الوعد. أوكي طلاب مثل ما شفنا هاي التمارين الخاصة بهذا الموضوع صفحة 74 و 75 في كتاب الاكتيفيتي. إن شاء الله راح نشوفون فيديوهات تكمل كل يونت من ناحية القواعد والإضافات بقية التمارين. مع السلامة طلاب.